يا بنتي كاع حلاجمه، ملي كنا سيرين كنتفرجوا في الكوره، والله العظيم ملي بغيت ندخل مع القهوه، لقيت القهوه كامله عامره. سولت السربيه قلت لي متى شت القهوه كامله عامره؟ قال لك حنا ملي بغينا نحلوا مع 6 ديال الصباح لقينا الناس كتسنى. الناس جالسه كتسنى، الناس واقيلا ما نعساش هذيك الليله ملي بغى يلعب المنتخب. وتصوري معايا بنتي يا حليمه، الا ولاو العيالات هما اللي معمرين القهاوي اوكي، فهموا في الكوره يتكلموا ويدووا مع اللعابه من التلفازه، بحال تقول اللعابه سير يسمع فيهم. تعطي الكوره تدوز لي، تماركي تعطي البوفال، تطلع تطلع كوره، تماركي تسدد تديد. قتلوني قتلوني شي عيالات تبدا يقولوا واو 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 شي زغرت شي غني شي. ويلي يا ويلي، ولكن ابتي يا حليمه انا باش سلوى معايا العيالات، باش سلوى معايا العيالات ابتي يا حليمه، تاسد الماتش ملي تعادلنا بزيرو بزيرو العيالات بقاو جالسين كيتسناو البيلانتي جات. ويلي يا ويلي، كيفهموا في الكوره، كيفهموا في الكوره، ولاو يفهموا في الكوره اكثر من الرجاله. ولكن ان شاء الله راه الحد، هاد الحد ان شاء الله غادي يلعب المنتخب ان شاء الله مع الجوج. انا القهوه غنمشي لها مع 8 ديال الصباح باش يلاه نشد البلاصه ديالي، حيت العشرة غتلقى الدنيا مبلوكيه ما كاينش فين تريح. ترى القهوه راه ملي ولات عامره ولاو الناس كيمشيو يجيبوا الكراسه من دارهم ويريحوا، خاصهم يجيبوا البريد. بقى لي من البريد، والله العظيم الا بقى لي مع البريد. الزعام الزعام، والناس ما قراتش، كاين اللي ما قراش، كاين اللي قال لي ما مشاش الخدمة، كل واحد واش دار، المهم يتفرج في الماتش باش تعرف راه المغاربة راه عزيز عليهم الكورة، والمغاربة راه عزيز عليهم الوطن ديالهم والمنتخب ديالهم، وكيشجعوا وكيبغيو، رغم اننا فينا الفم زعما كنعرفوا ننتقدوا ونعرفوا نتكلموا. لا والله العظيم زعما ذاك المدرب الا مشى توقف قدامنا يسكت، ما يبقاش ما يبقاش يقد يهدر. ولكن سقد معلم، لا لا عفريت عفريت بنتي كاع حليمه، ان شاء الله ان شاء الله انا يا الحاج الجاي غادي نمشي بكري، انا غنشد لي الكريسي ديالي، غنشد لي الطابله وغنريح نتكونسونط، لا نمشي بكري نقدر نبات انا في القهوه، ماليش خاسر انا اشير ندير، انا السبت ما غنعش فيه لا والو، ما غنعش حتى يجي الحد صافي وندخل. السربايه غيمشيو غيلقاوني تما انا كنتسنى بحالي بحال العباد. لا نمشي انا تال ديك العشره والكره لاعبه مع الجوج، نمشي انا مثلا مع ديك العشره ولا 12، في الاخر لقى الدنيا مبلوكيه، مالي لا حالتي انا غادي نمشي انايا مع 6 الصباح صافي. ولكن حاجه وحده غنطلع منك قبل حليك، ما وياك تجي، وياك تجي عافاك عار البزوله اللي رادعه بقى يعاف الدار. طيب يعاكس كسو ديري الرفيشه، اتفرج اتفرج على في يوتيوب بارك عليك، ولا تسمت الراديو بارك عليك صافي، خليك في الدار مرتاحه. اش بغيتي بشي صداع؟ تما كاين المشاكل، كاين الهراج ما كاين لا توش، ودخلت عليك بالله تمي جيجا تمي جيجا نهار لحد واش دي قهوه ولا عرس؟ ها تي ديك النار جيتي عندي اش هاد علي مدي عادي، والله الا مسطي علي جات عندي القهوه باش تفرج الماتش وجيو لابسه التكشيطه يال، وهادي ماشي هبيله هادي باش مسطي يال، عندي فراج هنايا عرس الله يديك احلي، ما راه منتخب لاعب اشتري في جو تدرك عينك خايبه عينك ما مزياناش مولق قيعه في الدار، بغينا غير نربحو صافي. راه كاس العالم هذا راه عندي شنو كاس العالم، راه القيام راني في العالم كامل، كاس العالم اشتري في خاصنا نربحو، وياك تجي تجي غادي نطلق والديك وسيرتو ولا خسرنا، عرفتي الا مشينا تا خسرنا بنتي كاع حليك ما نهار الحد، داكشي اللي غادي نديرو لك ما عمرني غنقولو لك وما عمرك ما عمرني درتو لك، والله يا والديك تنعاودك في الطهارة دبري راسك منا نقول لك. شوفي وياك تجي نهار الحد، راه تجي نهار الحد راني غادي نخسر معاك شي خسرة خايبة صافي، منا نفاريو منا نفديو قدام الناس كيتسمع فين صافي، ما كاين ما والو كاين الفراجه، تجي تفرجي فينا عندنا السينما هنا الكورة ديك، راه الناس راه بقات الناس راه لاعب الناس راه كتخدم على ولادها قال لك تحبي تمنجيه تيا، او في الاخر تقول لك خلص عليا يلا، ودابا دابا ماشي الطنز
لكن نهار عتب وقفت عليا بسم الله الرحمن الرحيم، كنت في خير وعلى خير جالس ما على باليش، الدنيا زاهيه الامور بخير، شاد القيوه ديالي بريريد مرتاح بخير. عتب وقف عليا ولا شاد كشيطه، يلا يا شوف درك على الصقوعيه كي دايره. قلت لها واش تغدر الامس؟ لا. قلت لي لا انا جاي كنتفرج معاك. لاش اش بغيتك ابتي؟ اش بغيتك؟ اش بغيتك؟ لا تجيش لا تجيش، كنا غادي نماركيو هذاك هذاك سميتو، كنا غادي نماركيو داك الماتش، كنا غادي نماركيو عا جديد تيا ما بقاوش اللعبه باغيين يماركيو العيالة تما معمرين القهاوي والله العظيم الزغاريت. اوي اي اي ونادم يدوي 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 حت 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 والله العظيم الا شي دريات كيف يفهموا في الكره كثار من احنا الرجاله. لا لا تاخرنا احنا الرجال في هادشي ديال الكره، ما بقينا كنفهموا والو درك في هاد الوقت. راه ما بقاتش الراجل المراه اللي خاصها تمشي للكوزينه، خاص الراجل اللي يمشي للكوزينه ديالته وسد فمه، ما بقاش يدوي. وانت حتى حنايا حاضرين المراه 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 المراه، ترى المراه تبارك الله وصل عندي راه كفاءه، والمراه تبارك الله راه كاينه في المناصب العليا، والمراه تبارك الله هي اللي غاده بالبلاد القدام. بقاو يقولوا المراه 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 ولكن كاينين شي بعض العيالات منحوسات، كاينين ماشي ما كاينينش ولكن قلال، ماشي كلشي ولكن كاينين. بحال حليمه مثلا، حليمه تجي عندي مصفي على واه صافي ما كاين ما ولكن غنخسر معاها خسره خايبه، تقرد حدايا تهرب ليا الكليانات، تهرب ليا المعجبات، وتهرب ليا المحبات، تهربهم كاملين. لا شو بغيت انا؟ كيف انا قلت يسال الله يرحم والدي؟ لا 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 ما بغيتيش، بارك عليك نبقى وحدي، توحشت وحدانيه نعيش هنا الكورة. انا باغي نتكونسونطرا. واش دخلت الله واش دخلت عليكم بالله؟ انا سير ديك النهار كنتفرج في الكورة وكنحنجز في الكورة ومركز على اللعب ومركز على التقنيات وعلى الخطة اللي عاطيهم المدرب وعيش. وهي باركة عليا انت ما شتيش ولد عبد اللطيف راه جاو الصباح داو البوليس. لا لا راني كنتفرج في الكورة، تا قلت لك راه ولد عبد الطيف داو البوليس، راه الليل كامل ما خلالاش نرعسو، قلت راك شخارتي ونعستي مزيان. انا ما انا اللي ما نعستش، وانا مالي ومال هادشي كامل، تتنعسي ما تنعسيش انا مالي؟ وسير تعاود لك على ولد عبد الطيف جا يشدوه البوليس يداوه، مشات امو تا هي مشى بواه، واحد خوه ما عاد جبد شي سيف بغا يضارب مع سميتو، ضارب مع دوك العائله اللي دعاو لاخر. سير تعاود لي وانا عقلي مع الكره، وهي سير تعاود لي الخبير. يلا ودابا هادي ما تمشيش تعدى يلا. في الاخر دازت لي الحمام، قالت لي هذيك النهار كنت في الحمام واحد واش شريفيه تتفرجي في الكور، تا التلفازه قدامك لا تبقايش تعاودي لي انا الحكايه ديال الدرب ديال ديال الحمام ديال هذا. لا قالت لي خليني نعاود لك، راني باغي نعاود لك. قلت لها قوليش يلا خلينا الماتش وخلينا الكوره وسنا نتسرجو حنا الحليمه. يلا ودابا ما يطلعش لك حتى الدم ما تفقش، انا جاي يا عباد الله كنقلب على كرسي لقيتو عبزز ومخلص كونسوماسيون والقيام انا دا في القهوه، وهي باغا تعاود ليا مشاكل والخبير اللي كيطراو في الحمامات. بحال انايا ما عايش في الحمامات، بحال الا انايا ما عمرني شفت الحمامات ابدي. والله العظيم ابتي كاع حليمه وتجي عندك، تجي عندي تدخل فوق الدماغ. انا نقول لك غادي نفرتك انا وياك الجره من هنا، تجي عندي نتفارقوا صافي ما لا نهايه. عيدي عليك الله يرحم لك الوالدين.